اهلا بيكم حبايب ميدلرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل موضوعاتنا في السايكاتري بتوبيك الايه الفاكتيشيس ديس اوردر او المنشاوسن ايه سيندروم. هنتكلم عنها وعن حاجات ديفرنشال دايجنوستس ليها مهمه جدا جدا جدا. لما نيجي نشوف ايه الموضوع ده عباره عن فالسيفيكيشن اوف فيزيكال اور سايكولوجيكال ساينس اور سيمبتومز اوف ا ديزيز. يعني عيان بيفبرك، فالسيفيكيشن هي فبركت اعراض مرض، والله ده انا ايدي اتكسرت ووجعاني، ده انا مش عارف ايه كذا، يعني او انجري ان ذا ابسنس اوف اوبفيوس ريورد اور كلير بنفيت. وده يختلف عن المالينجرينج. المالينجر ده واحد بيجي مثلا في الجيش، كنا بنشوفها كتير قوي، يجي يروح جاي رابط ايده، انا ايده وعاوز اجازه، ده في سكندري جين، في بنفيت، خدوا بالكم ده المالينجر. لكن الفاكتيشيس ديس اوردر ده اللي هو ده فعلا هو رابط ايده ما فيهاش اي حاجه، وجاي لك يقول لك انا ايدي وجعاني بس مش عاوز جين، يعني هو مش عاوز اجازه، تقول اديك اجازه، لا هو بيقولوا ان هم محتاجين تعاطف. يعني في كلام ثيوريز ان دول سايكولوجيكالي هو محتاج ان يا مسكين وحصل لك ايه، والناس تقعد تطمن عليه، لا الف سلامه وازيك النهارده، فيقال ان ده الاندرلاينج سبكونشس ايه ريزون ليها. فالفلسفيكيشن اوف فيزيكال اور سايكولوجيكال ساينس اور سيمبتومز يحكي حكاوي عن حاجات او يعمل حاجات فبركه كلها، يعني ملهاش اساس من الصحه، كذب يعني. Of a disease or injury in the absence of obvious reward. مش عاوز هو حاجة لهم، لا أجازة ولا تعويض مادي ولا غيره. Or clear benefit خالص. فما فيش بديل لتشخصها factitious. لو في benefit secondary gain بهدف أجازة أو كذا أو كذا، يبقى ده إيه، أو معاش معين أو كذا، ده يبقى إيه مالينجر، ده كذاب ده. لكن factitious disorder مش عاوز يعني يستفيد من الموضوع ده. ده الموضوع غالبا سايكولوجيكال ومحتاج تعاطف بس اكتر من اي شيء اخر. كاعراض البيشنت ريبورت سيمبتومز اور ساينس اوف ا جيفن ديزيز اند اتيمبتس تو اندوس الديزيز بروسيس. كمان يعني يقدر يشتكي لك من اعراض هايبوجلايسيميا ويحقن نفسه انسولين عشان يجي له هايبوجلايسيميا للدرجه دي، سيلف انجكشنز اوف انسولين، ها، او attempts to become infected by pathogen، ساعات توصل كده، induction of vomiting or diarrhea، يعمل ده يعني بيحاول يقول لك انا بشتكي من vomiting diarrhea ويجي induce it كمان بمليون طريقه عشان يثبت ان في عنده vomiting diarrhea. patients may deny intentional production of them، يقول لك لا انا مش متعمدها. may wander from one physician to another، يعني مساكين هم مصدقين، يعني هو بيعملها لنفسه ومصدق انه مريض وعمال يلف على الفيزيشنز. غير خالص مثلا ان في ناس في السجن تلاقيه مثلا يجرح نفسه بتاع عشان يطلع المستشفى ياخد له كام يوم راحه في المستشفى، ده مالينجرينج، ده سكندري جين، لكن ده مش مستفيد حاجه، ده عمال يلف يا عيني على الدكاتره وبيانديوس ايه المرض لنفسه لو يقدر يحقن نفسه ينسن يجي له هايبوجلايسيميا او ينديوس فوميتنج ايه الى اخره، او ياخد حاجه تعمل له دياريه. العلاج الحقيقة البيشنت دينايل ميكس تريتمنت ديفيكولت، يعني ده كقاعدة ان هو العيان بيصر ان هو عنده حاجة وان هو ما بيكذبش وان هو هي دي الحقيقة، دي بتخليها شوية صعبة في علاجها لانه هو بيرفض اللي هو اعتراف ان هو مؤلف القصص دي كلها. No unnecessary therapist should be administered، مفيش داعي تمشي في سكته وتقعد تديله حاجات وتديله فيتامينات وكذا، ده اتجاه يعني ده الاتجاه اللي هو الغربي التقليدي، واحنا بنعمل هنا برضو جزء او يعني الاساس الامتحانات وكده. فيمكن على ارض الواقع في بعض الاطباء الكلينيشنز بيفضلوا يديله حاجه تريحه حتى نفسيا، يقول لك شويه فيتامينات في ناس بتاع، لكن علميا ملهاش اساس. No unnecessary therapy should be administered. Attempt to limit medical care to one physician and one hospital، يعني لو هو تبع تأمين صحي ما تسيبوش بقى يتنطط ويقول لك انا اروح حته ثانيه وثالثه، لا هو وديه لنفس الدكتور كل مره. If patient is willing psychotherapy may be beneficial، لو قبل ممكن تساعده. الحقيقه اذا ذكرنا الـ هذه الديسوردر اللي هو الفاكتيشيس ايه ديسوردر، لابد نذكر ان اي عيان جاي بنوع من الخدعه او الكذب في الدعاء مرض، ممكن تبقى factitious disorder وممكن تبقى سوماتوفورم disorder، ها، وممكن تبقى
ما lingering، يعني في ثلاث احتمالات للشخص اللي بينديوس ايه المرض او بيجي بيه. factitious disorders patient لسه قايلينها intentionally create their illness or symptoms. They inject insulin عشان يجي لهم hypoglycemia قلناها and subject themselves to procedures to assume the role of patient unique type of secondary gain. يعني هم باختصار شديد هدفهم secondary gain، ما في يعني ما عندهمش هدف لsecondary gain، no financial or other secondary gains ليهم. يعني هؤلاء العيانين الفاكتيشيس disorders زي ما وصفين احنا بيجي بيألف قصة ها ويسبجكت نفسه لبروسيدير، يدخل يعمل اكس راي وتحليلات وكذا to assume a role of a patient عشان يعيش في دور انه مريض، عايز يعيش دور المريض ها. وده في ناس بتعتبره ده unique type of secondary gain انه يأخذ تعاطف، ده secondary gain، ولكن no financial or other secondary gains. يعني ده الحقيقه ما يعتبرش قوي سكندري جين، السكندري جين انه ياخد اجازه، انه ياخد تعويض، هو ده الكاذب ايه الحقيقي. لكن في البعض يقول لك ما ده سكندري جين شويه برضه، انه يحصل على تعاطف ويدخل يعمل عمليات ويدخل اشاعات لو يقدر وتحليلات والناس تكلمه الف سلامه ليك وهكذا. دي فاكتيشيس اي ديس اوردر، هذا المسكين بيدعي المرض ولكن هو مقتنع انه مريض او في السبكونشس عاوز تعاطف، ما بيش مالوش اي هدف آخر يكسب منه. ال 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 الاحتمال الثاني somatoform disorder. The patients do not intentionally create symptoms. يعني مش بي intentionally created، يعني هم بييجوا يشتكوا من symptoms لكن مش بيحاولوا يصنعوها، هو ده الفارق. الفاكتيشيس disorder ها بيحاول يخلق السيمتوم، يعني بيحاول يخلقها لنفسه ويعمل حاجه لنفسه، لكن السوماتايزيشن بيشتكي من حاجه مش موجوده اساسا. يعني كتفي بيوجعني من غير ما يروح خابط كتفه وعامل هيماتوما مثلا، الاولاني ده هيخبط كتفه ويبقى شكله مضروب فيه ها عشان يقنعك ويقنع نفسه انه مريض. ده هيشتكي ان كتفه بيوجعه اللي هو سوماتوفورم ديس اوردر من غير ما يخبطه ولا يعمل تروما، زي دو نوت ايه انتشنالي كرييت السيمتومز، عكس مين؟ عكس الفاكتيشيس اي ديس اوردر. وعكس المالينجرنج بقى ايه؟ ذا بيشنت انتشنالي كرييت الالنس فور سكندري جين، ماني ريليس من الورك او البريزون، كتير بتتعمل في البريزون يبلعوا مش عارف ايه عشان يطلع المستشفى، له هدف يجي في الجيش يعمل عشان ياخد اجازه. فالمالينجرنج ده كذاب لهدف سكندري جين واضح، يبقى الفاكتيشيس ده مسكين مالوش سكندري جين وبينديوس لنفسه المرض ومحتاج تعاطف زي ما ذكرنا. السوماتوفورم ده بيشتكي بالهبل بس ايه ها زي دو نوت انديوس المرض لنفسهم. المالينجرنج ده كذاب عاوز ايه ياخد اجازه او يطلع من السجن الى اخره بهدف سكندري جين، بقت ايه مالينجرنج. والى اللقاء مع التوبيك القادم باذن الله في السايكاتري كورس، شكرا جزيلا.